صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم. صباح الخير وأهلا بيكم، ولسه مكملين باقي فقراتنا معاكم. الإسراف في أي شيء مكروه حتى في الدين، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنعرف النهاردة مع بعض إزاي ناكل بالطرق الصحية ونعمل أكلنا بالطرق الصحية اللي ما تضرش صحتنا. بس أحب أرحب في البداية بزميلتي إيمي. صباح الخير يا إيمي. صباح الخير، إزيك يا ياسمين؟ صباح الخير. وكالعادة صباح السعادة وسكر زيادة. دايما في الفقرة التانية بيكون معانا ضيف بيدينا شوية نصايح. النهاردة بتشرفنا دكتور ياسمين محمود، عضو المكتب العلمي للأدوية بالقاهرة. صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ صباح النور، ازيك يا ايمي، ازيك يا عمر، عاملين ايه؟ صباح الخير، اتفضلوا اتفضلوا يا حبيبتي. طيب احنا عايزين نعرف، في مقولة بتقول ان المعدة بيت الداء، والرجالة بيقولوا ان الحب يعني للست عشان تحبهم الوصول لمعدتهم. قولي لهم بقى ان الكلام ده ما ينفعش بالطريقة العلمية. هو انت لو بتحبيه هتخلي بالك من اكله، يعني هتعملي له الاكل اللي بيحبه، كميات يعني، كميات بقى، وبعدين النوعية بتاعت الاكل. فلو بتحبيه انت هتظبطي له الاكل، ولو بتحبيه قوي قوي بقى طبعا يعني خلينا بقى ساكتين. المعدة فعلا بيت الداء، فعلا المعدة بيت الداء. ليه؟ لانه المعده هي زي في البيت كده، في اوضه الصالون اللي بنستقبل فيها الضيوف. فالمعده دي اوضه الصالون اللي احنا بنستقبل فيها الضيوف بتاعتنا، الضيوف اللي هو الاكل اللي احنا بناكله ويبدا يفيد الجسم كله. طيب المعده بيت الداء ازاي؟ انه اي اكل انا باكله ده بيأثر على حالتي الصحيه والمزاجيه، مش بس الصحيه كمان النفسيه. يعني في بعض المأكولات بتأثر على النفسيه، بتظبط المود طبعا. عشان كده لما في اكل مثلا بيسبب لي سعاده، وفي اكل بيسبب لي خمول وكسل، تمام؟ فاحب اقول بس يعني حتى في القران ربنا بيقول: وفي طعامهم افلا يتفكرون. احنا نفكر بس بناكل ايه. الاكل طبعا متعه، ومتعه كبيره، ناكل اللي احنا عايزينه لانه من متعه ربنا، تمام؟ بس ناكل بطريقه اللي يعني احنا لو عارفين حاجه بناكلها حاجه مضره، القليل منها كفايه. يعني كل فطارك كله وكل نص غداك ودي على شكل عدوك. التقسيمه بتاعت ثلث لطعامك وثلث ده، دي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي التذكره الصحيه. هي التقسيمه بعدين من عند ربنا. المعده بيت الداء ليه؟ المعده بتديني انذار. كل واحد يعلم نفسه اول انذار معدتي، انا اول ما احس ان انا شبعت خلاص هحس انه معدتي ادتني انذار. كل واحد يكون حساس كده ونبيه مع جسمه ومع معدته، لما بتحسش انها بتضغط عليها. يعني حتى مثلا مره كنت مع واحده اجنبيه بنتغدى، فقالت لي يعني الاكل واصل لحد هنا. يعني هم عندهم تعبير دايما يقول لك ما توصلش الاكل لحد اخر معدتك. يا ريت احنا بقى نعمل الحاجات دي زي ما بنقلدهم في حاجات كتير. ما شاء الله تحسيهم عندهم اسلام، يعني هم مش مسلمين بس عندهم تطبيق فعلا الكلام. ايوه هم فاهمين، فاهمين جسمهم صح، فاهمين حياتهم صح، فاهمين أيوة الحاجات صح اللي نافعاهم. يعني بيصرفوا في الحياه بذكاء، يا هم بيتفكروا في طعامهم فعلا. ايه اسباب بقى واعراض التسمم الغذائي؟ طيب في البدايه حابه اقول ان التسمم طبعا داخلين شويه كده وعلى رمضان وشويه تاني والصيف، كل سنه وانتم طيبين. فالتسمم الغذائي ده عباره عن اي ميكروب او بكتيريا او فيروس بيصيب الجهاز الهضمي. طب ده راح للجهاز الهضمي ازاي؟ طبعا انا اكلت طعام فيه مسبب للتسمم. مسبب للتسمم زي ايه؟ الطعام قد يكون من مصدر غير موثوق، وقد يكون انا جبته من مصدر موثوق لكن ما تعاملتش معاه بشكل صحي، ما غسلتهوش كويس، ما تعاملتش مع الادوات، مش بس غسلت الطعام نفسه. يعني لو خضروات وغرقيه لازم تتغسل كويس. لو الدجاج مثلا من اخطر الحاجات اللي ممكن تعمل تسمم، لانه في ميكروب السالمونيلا. السالمونيلا دي احنا ما بناخدش بالنا ان احنا السكينه اللي احنا بنقطع بيها الفراخ واحنا بنطيها لازم تبقى دي سكينه لوحدها وتتغسل بميه سخنه. التعامل مع الفراخ ده محتاج حساسيه وتطهير المكان اللي كنا عليه بالخل. يفضل ان انا القطاعه اللي بقطع عليها الفراخ واللحمه غير اللي بقطع عليها، مش يفضل، ده حاجه اساسيه في المطبخ. الادوات اللي بستخدمها، يبقى احنا هنتفق ان انا بحمي نفسي ان انا بجيب اكل من مصدر موثوق. تاني حاجه اتعامل مع الحاجه اللي انا جبتها بطريقه صح. الغسيل الايد قبل وبعد، قبل ما ابدا في الاكل وبعد، كل الادوات اللي بستخدمها اثناء طهي الطعام تتغسل. حتى لو بجيب الطبق من على المطبقيه، المعلقه من تتغسل وتتحط، وبعد ما اخلص طبعا بغسلها تاني، تمام. اهم حاجه بقى الغليان، ان الاكل دايما كيبت هوت اور كيبت كولد. يا اسخن الاكل كويس، سخنته كويس
خلاص احطه في الثلاجه، لان بعد ساعه من الطعام يبدا يبرد بيبدا يطلع بكتيريا، البكتيريا دي بتتفاعل مع الاكل. فحتى مثلا دايما ست البيت اللي تقولك اصلا انا هطبخ الصبح قبل ما انزل الشغل وبعدين لما ارجع اسخن، غلط. اللي هو تعمل نص سوا، لا مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها كده. انا بطبخ الاكل قبلها على طول ب 10 دقائق بربع ساعه ببدا اكله، خلصنا كيب كولد بقى احطه في الثلاجه، لكن ما اعملش الاكل واقوم كمان 3 4 ساعات، لانه في تفاعل بكتيري حتى لو احنا مش شايفينه. وهي دي بقى طرق الطبخ اللي هي الصحيه، الطهي الصحي. الطهي الصحي طبعا كل ست بيت هي عارفه هي بتطهو ازاي، كل ما اقلل المسبكات، كل ما اقلل النكهات الصناعيه، كل ما اكون دايما بستخدم مواد ليها فايده صحيه. انت الاواني الصحيه، الاواني الصحيه مثلا دي من الحاجات، يعني مثلاً الفخار، الفخار يعني امن حاجه، العلم الحديث اكتشف انه امن حاجه الفخار، ويلي الستانلس. وحاجه مش هنصدق، فاكرين الاطباق الصاج زمان اللي هي البيضه والكده المطليه؟ الصاج المطلي ده صحي جدا. يبقى بقى الالومنيوم والتيفال بنستخدمهم بحرص جدا. التيفال هو مش صحي تعاملنا احنا معاه، اللي بيؤدي لتجريحه طبعا. بناكل كده احنا ذرات من التيفلون والكربون اللي هي الطبقه المغلفه بيها، دي بنحافظ على، محتاجه عنايه فائقه يعني. طب ايه الاطعمه اللي ممكن تقوي جهاز المناعه، يعني تخليه يقاوم اي مرض بقى داخل عليه ولا حاجه زي كده؟ طبعا يعني دايما نقول، حتى زمان لما كان اجدادنا ولا امهاتنا في البيت لما يجوا رايحين لحد مريض ياخدوا له معاه فاكهه. فعلا العادات الصحيه دي ليه؟ لانه الفاكهه بتقوي جهاز المناعه وبتساعد ان هو يخف. الفيتامين سي، الفيتامينز، الخضروات الورقيه، السلطات بقوي مناعتي. انا باكل الاكل مش بس عشان استمتع بيه، انا باكل الاكل عشان يفيدني وعشان يحافظ عليا. خط الدفاع الاول يعني غذائك دوائك. بالظبط، غذائك دوائك. طيب. بحط بقى فيه كل الالوان، يعني انا دايما اقول لو اكلت طبق سلطه فيه 5 الوان، ودي مش حاجه صعبه. احنا في مصر عندنا كل الخضار اللي ربنا خلقه، الطماطم، الجرجير، الخضار، الجزر، البقدونس، 4 5 الوان بسهوله جدا. ده هتاخد المعادن المهمه ليك، وهتاخد الحاجات اللي تقوي مناعتك، وطبعا الفواكه بتاعتنا نوع او اتنين اتليست يوميا. بس في ناس ما بتقتنعش بالكلام ده، يعني مثلا وراهم شغل، وراهم حاجه، بيضطروا ان هم يتجهوا للي هو التيك اواي، وجبه سريعه كده. ايه بقى هي بقى دي مشكله التيك اواي؟ احنا هو مش هنمنعها تماما، بس يعني مره مرتين في الاسبوع. اكتر من كده انا بعمل لود وبعمل ضغط على الجهاز الهضمي بتاعي. ومع الوقت لا فعلا اكيد هو هيحس ان هو تعب، وهيحس ان نشاطه بدا يقل حتى في التركيز، لان الوجبات دي هما بيحطوا اديتيفز كتيره جدا عشان تبقى تيستي وتبقى طعمها حلو، بيحطوا صوصات كتير وحاجات شويه حراقه، حاجات كده. ايه ضررها بقى تحديدا؟ ايه ضررها؟ هي المشكله انه هم بيستخدموا منكهات كتيره جدا، وفي نفس الوقت بيستخدموا، هو مهم عنده ان هو يبيع، هي القصه كلها كوميرشال، هي القصه كلها تجاريه، فهو لازم يخلي الاكل حلو ايا كان بقى. طبعا بيحط بوتاسيوم جلوتاميت، دي من المواد الخطر اللي محطوطه في مرقات الدجاج، مش عايزه اقول حاجات معينه، حاجات معروفه. وحاجه بقى مهمه جدا احنا مش واخدين بالنا منها، المعجنات، الكرواسونات والباتيهات، نشتريها من اماكن نبقى احنا عارفين انه الناس دي بتستعمل طرق صحيه. في ليه؟ لان في ماده اسمها بروميد البوتاسيوم وبروميد الصوديوم، الماده دي كارسينوجينيك، وهما بيحطوها عشان تحسن الخبز والحاجات دي. بيبقى نافش وشكله حلو كده، يعني لما يبقى نافش قوي اقلقوا لما نلاقي الخبز. احنا بنروح نلاقي النافش ده على فكره، نقول له احنا عايزين المنفوخ. لا بلاش المنفوش قوي، خلينا في المعقول، المعقول حلو. وطبعا دلوقتي كلنا عندنا الافران والمايكروويف والحاجات والعجائن بتتباع، المعجنات، نعمل احنا في البيت يعني. مفيش وقت بقى يا دكتوره، في ناس يعني حياتهم تكاوي كده زي الوجبات. ربنا معاك. يا دكتور ايه الميكروب اللي ممكن يصيبنا في حاله لو احنا يعني اكلنا اكل من غير ما نغسله، يعني امسكت الفاكهه من غير ما اغسلها او حاجه؟ طيب احنا اتفقنا ان هيحصل تسمم، اعرف ازاي الميكروب ايه؟ هو اللي بيحصل انه انت اتصابتي بفيروس او بكتيريا عملت مواد كيميائيه دخلت على الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هتبدا تروح الامعاء الدقيقه. الميكروب ده بيعمل مواد كيميائيه، المواد الكيميائيه دي ضاره. جسم الانسان من عند ربنا عنده خط مناعه، اول ما هلاقي اعراض معينه اعرف ان انا جالي تسمم. زي ايه؟ صداع، ارتفاع في درجه الحراره، الم في البطن يصل لتشنج. طبعا جسم الانسان بيحاول يطرد، يعني دايما اقول لناس بيجالهم دفاع، يعني جالهم مثلا اسهال او جه قيء،
اعرف ان في ربنا تسع. بيدينا حصانه ان احنا ربنا طبعا بيدينا ولازم استعين طبعا بدأ طالما وصل لمرحله قيء ومرحله اسهال والم في الراس ومع ارتفاع حراره لازم ضروري جدا الجا لحاجه يعني دواء دواء يعني ليه؟ لانه انا مش هقدر بقى اتعامل بقى بالطريقه مثلا انه خد شويه ينسون شويه نعناع لا بلجا لحاجه اكبر عشان اساعد جسمي وفي نفس الوقت اكل اكله خفيف جدا او امنع الاكل لمده يوم يومين مع الاحتفاظ ان انا طول الوقت امد جسمي بسوائل عشان ما يتحولش لجفاف. ايوه طب نغسل بقى ازاي بقى الحاجات دي عشان ما نشوفش اللي حضرتك قلتيه ده كله في اولادنا واحنا نفسنا. طب اول حاجه طبعا تخلينا نغسل ايدينا ونعلم اولادنا ان هم يغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل. بغسل كل الادوات والاطباق اللي انا بحط فيها كويس جدا. الخضار الورقيه بحط معلقه خل على كل لتر ميه. حلو قوي. تمام؟ كل خل في كل البيوت وطبعا بنقعها فيها من 10 دقائق لتلت ساعه واطلعها بقى لان بيبقى فيه شويه بقى اغسلها تحت الماء الجاري. مفيش حاجه اسمها انقع واخد من النقع. لا بتستسهل بقى. انا خلاص نقعتها وغسلتها. لا نقعتها وبعد ما نقعتها احطها تحت الماء الجاري وبعدين اقطعها. بنتبه طبعا بالحاجات اللي انا بقطعها بيها او ان انا بتعامل معاها. طبعا الاطفال يفضل ان هم احنا اللي ندي لهم الحاجات دي لان هو ممكن ما ياخدش باله يفتح الثلاجه خد خياره خد جزره خد تفاحه مش هياخد باله. هو شايفها شكلها حلو مش ما جاش في دماغه ان هي مش نظيفه. فدايما وبنبه عليهم وبعلمهم وطفل جدا بيبقى ذكي وبيفهم المعلومات دي. تمام. يا دكتور دلوقتي في اغذيه يعني لو حضرتك تقول لنا على اغذيه تجدد نشاطنا تقوي مناعتنا في نفس الوقت كمان تجدد نشاطنا يعني. طيب. احنا مش عايزين نروح للوجبات السريعه خلاص واحنا نجدد نشاطنا اكون حريصه. صعب ان انا اكل فاكهه اشرب كوبايه عصير او عصير بالمواد يعني في علامات تجاريه بتبيع عصير من غير سكر ده هيبقى لطيف جدا وبيبقى فريش وفي دلوقتي الشركات كلها ما شاء الله موجوده. الحاجه الثانيه حاجه مش واخدين بالنا منها الكافيين اللي موجود في القهوه. لما طبعا. القهوه مش مضره. الكافيين بينبه الجسم وبيشتغل بطريقه ان هي تحفزك وتديكي نشاط. هاخد مثلا فنجان قهوه او مج نسكافيه خلال اليوم كل واحد مره واحده. لا احنا لينا مسموح لنا فنجانين قهوه ومج نسكافيه. حلو. وطبعا القهوه بفضل دايما على النسكافيه لانها حاجه يعني از اتز زي ما بيقولوا ده يعني صنع ربنا دايما نبات طبيعي ده القهوه بالظبط. يبقى احنا عصير طبيعي الكافيين قهوه لو في بقى شوكليت دارك شوكليت كمان الدارك شوكليت بتخليني فعلا فريش وبتخليني ان انا عندي استعداد. كل الناس هتفرح بالنصيحه دي. النصايح اللي ممكن حضرتك تديها لكل ام دلوقتي عندها اطفالها بيمتحنوا وعايزه تديهم وجبات سريعه او حاجه سريعه تظبط بقى نفسيتهم وتقويهم على المذاكره طاقه كده حلوه. طيب احنا دلوقتي هنقول حاجه في الامتحانات انه قدر الامكان الطعام اللي بياكلوه ولادي يكون صحي. يكون صحي ازاي؟ علشان الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم. فهندي لهم عصاير طبيعيه فاكهه طبيعيه. هنبعد عن المعجنات نقلل منها. مفيش حاجه اسمها بقى لحوم محفوظه ولانشون وبسيط والحاجات الاسهل دي لا. الطف حاجه جدا اومليت البيض والبيض المسلوق والاومليت والحاجات دي فعلا بتفرق جدا مع طفل. البروتين الخفيف الجبن ورجاء نبعد شويه عن الجبنه النستون. خلينا في الجبن المعجونه. لا الجبن المعجونه لا نبعد عنها شويه. الجبنه القريش دي حلوه قوي بالظبط. هما على طول الوقت هما عايزين حتى يقول لك اعملي لهم فنجان مثلا قهوه مش قهوه يعني حاجات بقى خفيفه قوي يعني بلاش فنجان قهوه. ممكن نحط له كميه نسكافيه بسيطه بس تجدد له نشاطه عشان تديله تحفز ذهنه وتحفز نشاطه. الشوكولاتات اللي بتتباع في السوق اللي هو مشروب الشوكولاته مش عايزه اقول اسم تجاري معروف مفيد يعني ده مفيد جدا ايام الامتحانات. لو كوبايه لبن وعليها معلقه من مشروب الشوكولاته ده حلو جدا للطفل. بلاش اديله اكل كتير لا وجبات كتيره علشان ما ينامش بس اكل كتير وجبات كتيره ويعني كل ساعه ساعتين سناكس كده هو تمام. وفي نفس الوقت بقى اكل خضار سلطه فاكهه الحاجات اللطيفه دي. تمام. يعني حضرتك عايزه تقول لنا في نهايه الفقره يعني ان احنا عايشين عشان ناكل مش بناكل عشان او العكس بقى. احنا انا بالنسبه لنا عايش عشان اكل مش باكل عشان اعيش. فتعلمت من حضرتك كتير قوي النهارده. طبعا طعامكم قفلت تفكرون نفكر شويه والاكل متعه من متع ربنا. ربنا يهنينا كلنا بيها بس نحسن استخدامها بصحتكم. استمتعوا بصحتكم يعني لما هتلاقي نفسك متمتعه باكلك متمتعه بصحتك هتكوني مبسوطه جدا. يعني دمتم بخير وصحه وعافيه. انا كنت سعيده مع حضرتك النهارده. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليك. كنت سعيده معاكي يا امي. اشكرك جدا يا ياسمين. شكرا يا دكتور. شكرا يا حبيبتي.
طبعا كالعاده يا دكتور بنستفيد وانا بستفيد من حضرتك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الطبي، فشكرا جدا لحضرتك وبتوعدين باللقاءات تانية باذن الله. ان شاء الله باذن الله اكون معاكم. وعايزه اقول مقوله ان احنا مش هنغير نظامنا الحياتي ونظامنا الغذائي الا اذا اصبحنا مرضى وهلكنا التعب. وبكده تكون خلصت فقرتنا. دايما بتعدي هوي مع دكتور، دايما بتعدي هوي مع دكتور ياسمين، لكن حلقتنا لسه مكمله. هنروح لفاصل ونرجع هوا على الفقره الاخيره، انتظرونا.